هو اتضح انه الاستاذ عمرو الجنايني كان كلم الكابتن محمود الخطيب قبل صدور القرار، لكن الكابتن الخطيب حسب ما انا علمت قال له هعرض الامر بكره على مجلس ايوه، الاداره. لكن لما يصدر القرار يحصل ايه؟ طبعا يحصل ايه؟ بننتظر للصبح، ها؟ ويجيب مسؤول من هنا، مسؤول من نادي ده، مسؤول من نادي ده، في حضور مسؤول الامن، بيتقال الكلام اللي بيبقى ملزم للجميع. اصلا مش اول مره، ايوه، وهو ده اللي بيتم كل مره. النادي الاهلي ياما اتقال له اسباب امنيه وقال اوكي، ومره بجمهور ومره من غير جمهور، ومره التذاكر تروح فين وتتصرف ازاي. والاهلي لابد، ما هواش حد على راسه ريشه في هذا البلد، ها، غير مصر. مصر هي شغلنا الشاغل، والاهلي داخلها قلبها احد القلب نابض جوه هذا البلد، هو الذي يعني يقدم الدعم، مش طوعيه، لان هذا واجبه ان يقدم النموذج ويقدم النصر. ولذلك انا عايز اتوقف هنا استاذ ابراهيم لاولئك الذين في معسكر النادي الاهلي، ماليش دعوه اللي برانا، اللي برانا يعملوا هم اللي عايزينه، يشتموا، يلقحوا كلام، يحفلوا، لكن انا عايز بقى الناس 100 مره، وهنكرر كل مره، مصر فوق الجميع عندما نتجاوز حدود النادي الاهلي. خارج النادي الاهلي مصر فوق الجميع، والاهلي جزء كبير جدا من هذا الوطن. لكن احنا قلنا الجزء الغالي من الوطن الاغلى، الجزء الغالي من الوطن الاغلى، الله ينور عليك. طيب، انما لما نبقى كلنا بنتحدث عن النادي الاهلي جمهور حتى او اداره، لا، يبقى الاهلي فوقنا. هل احنا بنطبق ده؟ البعض منا يطبق هذا بطريقه غير صحيحه، احيانا بتحفيل، احيانا بتعالي، وده مش كويس، ومش ده اللي يحبه النادي الاهلي، ولا يليق انه يطلع من معسكر النادي الاهلي اي معنى من هذه المعاني. فالقله التي او البعض الذي يتصور ان هذا حب، هذا ليس حب، وليس مدرسه الاهلي. طيب، في قله تانية بقى تروح متمحكه في الاهلي عشان تمرر اجنداتها، لا تتكلم هنا قوي، دي ابعدوا عننا. تتمحك في الاهلي، تتمحك في الاهلي وتكسب بنط عند جمهوره، قال يعني بتدافع عنه، لكن بتحدف السم في العسل. مش عايزين حاجه من الناس دي. يا نحلة لو تقرصيني ولا عايز منك حاسس. حقق اجنداتك يا عم، بعيد عني. حقق اجنداتك انت وهو، بعيد عني. الاهلي قادر ان يدير نفسه، وكان موجود قبل احنا ما نتولد، بما فيهم اللي بيحطوا لنا السم في العسل ويقدموا لنا النصح ويقدموا لنا الجزء الثالث اللي متصور او متصور، زي السؤال اللي انا جيت بيه النهارده، ان خارج الملعب في نصر وهزيمه. مين يكسب مين في ايه؟ ومين اللي يحلف بالطلاق وكلمته ما تنزلش، ومين وبتنزل 100 مره وما فيش حد بيراجع وراه؟ انت حر. لكن احنا لا بنحلف طلاقه ولا بتاع، احنا بنتشبث وبقوه بحقنا. يجي لحظه هذا الحق يتعارض مع مصلحه في البلد، بنضرب تعظيم سلام، ولازم نضرب تعظيم سلام، ولازم يتقال، ها، ان احنا جزء من نسيج هذا البلد الذي يعطي الدعم والمساندة. عمرنا ما كنا مناوئين أبدا، عمرنا ولن نكون، لكن في نفس الوقت نتمسك بحقوقنا. وعلى فكرة زي ما قلت لك، إذا كانت الحلول ستأتي بفرض نظام نستفيد منه، من هذه الأزمة بفرض النظام إلى ما هو قادم، انتصرت الرياضة. انتصرت الرياضة. أما بقى أحط نقطة. أما بقى تطلع تقول لي مش عارف إيه وتستفزني عشان تحقق أنت مكاسبك، لا، دي سذاجة. أوعى تفتكر إن أنت لما تقعد، أنت فاكر لما كنا بنقول هنا إن يقعد يقول لك هتلعب بعد البطولة، هتلعب بعد البطولة، إحنا كنا متمسكين نلعب قبل البطولة، لأسباب تخص صالح الكرة المصرية وصالح المنتخب وصالح لاعبتنا. صحيح. اللي أنهكهم تلاحم المواسم. المواسم. واللي بعد كده اتحاد الكرة قال لي لا، اللي كان عنده حق. والذي أتت الرياح عكس ما يريد البعض. أتت في الناحية، دعمت
دعمت الطرف الذي كان يسعى إلى الصح. الصح. وبالمناسبة أنا عايز بس أفكر الناس اللي حاولت في اليومين اللي فاتوا تفسير، ما هو الأهلي قبل كده اللي قال مش هلعب إلا لما، إلا مش هلعب الدوري لو بعد كأس الأمم. حاولنا نفرض هو نظام. الأهلي لما قال ده سكت، لجأ لكل القنوات المشروعة. الأهلي راح للجنة لجنة التظلمات، راح لمركز التسوية في اللجنة الأولمبية دفاعًا عن هذا الحق. لكن لما إجراءات التقاضي رمت الموضوع لما بعد كأس الأمم، كان خلاص أنت لو كان مركز التسوية أو لجنة التظلمات في اتحاد الكورة اديتك قرار حاسم أو قرار بات قبل بطولة الأمم الأفريقية كنت هتاخد قرارك. أما هو إنه يرمي البطولة أو يرمي القضية لما بعد كأس الأمم أو أثناء كأس الأمم، خلاص أصبح مفيش مفر بين إن أنت تكمل الدوري بعد كأس الأمم، احتراماً ل هذه الجهات القضائية ممثلة في مركز التسوية وفي لجنة التظلمات. لا هو غير الأهلي ما رجعش في كلامه. غير كده يا أستاذ إبراهيم، احترم إجراءات التقاضي الطبيعية. هو أنت عايز تكسب على تصريح أنا قلته؟ يعني أنت متصور إن أنت لما تقعد تقول لي كده أقول لك طب اتفضل الدوري بقى عشان أنا أنا عندي موقف؟ ها؟ لا أنا، لا أنا عارف إن معركتي معاك لازم أحسمها في الملعب. أيوه. لكن أنا الرأي العام كله فهم إيه؟ مين الصح ومين الغلط؟ خرجنا من هذا الدرس، مين اللي كان صح ومين غلط؟ الاهلي. الاهلي، يبقى انا كسبت. داخل وقتها قال لك تعهدوا بحل ازمه الكره. لحظه واحده بس. لحظه واحده. يبقى انا كسبت داخل الملعب وخارج الملعب. بالظبط. انما انت تيجي طب هتلعب. ما هو انت عارف ان انا لو الدوله قالت لي العب هلعب. لو مصلحه الدوله. اذا كان في مصلحه عليا. وكلام من اصحاب الشاء هنا الغموض، لانك انت ايه اللي خلاك ما استنيتش للصبح وجبت الاطراف واعلنت؟ انت يا لجنه عندما اعلنت في منتصف الليل للراي، انت بتخاطب مين في نص الليل؟ انت بتخاطب مين؟ الاعلام والراي العام ولا بتخاطب مين؟ صحيح. مش ممكن تكون بتخاطب المسؤولين في الناديين، لان المسؤولين في الناديين كان الصبح وكان الموضوع ده اتلم في دقيقه. لكن خليت الريبة من طريقة إعلانك في منتصف الليل و و و و و ثم استبدال مباراة بمباراة، وبعدين لما لقيت تصريح قد يستغل ضد الكرة المصرية رحت عامل مباراة تانية في هذا الميعاد. فده اللي أنا بقول، الغموض ده، الغموض ده في أمر واضح جدا وسهل جدا ويتحل جدا. وبعدين الجنايني، الاستاذ عمرو الجنايني، انا مش عارف ايه وبالساعه وبالثانيه وحاسبني يا استاذ عمرو. ماشي، ما احنا ده اللي بنقوله لك، بنحاسبك زي ما انت طلبت، ما بتردش علينا، بعتنا لك الانضباط، ما كل الناس سواسيه، واي عضو مجلس اداره هيتكلم هيتحاسب وهتشوف. كلمنا لجنه الانضباط، ما بيجيلناش رد. امور واضحه و تصرفات غامضه، هو ده المشهد اللي لازم ينتهي بقى. لا، كل واحد حاسب الناس وقول لهم انت غلطت في دي يبقى وضعك كذا، انت غلطت في دي يبقى. انما ناس تتسلق على هذا الغموض عشان تكسب ابناط والناس تشوفها هي اللي بتحرك الامور، لا، احنا عارفين مش هي اللي بتحرك الامور، لان يعني تراجع كثيرا امام مصلحه برضه، يعني كان لازم يحصل فيها تراجع. ما حدش يا استاذ ابراهيم يزايد على حد، انما عمرنا ما طلبنا حاجه. احنا عمرنا اللي احتجينا على نتيجه مباراه وصعدنا عشان نتيجه مباراه، او صعدنا علشان مش هنلعب عشان ضربات جزاء. بس لازم من حقنا نصمم على عداله تحكيميه ونخاطب اولي الامر. صحيح. حتى لو الموضوع لا يطالنا. الله، طب ما هو الاتحاد السكندري اتظلم، طب ما المقاولين العرب اتظلم، وده انت عندك حالات، والمقاصه اتظلم، والمقاصه اتظلم. واحنا بندافع ثلاث مباريات، احنا بندافع عن العداله. بالظبط بالظبط. اللي ممكن ما تتوفرش ونعتبرها في اطار الاخطاء لا مناص منها، لان احنا بشر، بس كمان طالما ان احنا بشر نتحاسب كبشر.